تتجه الانظار اليوم للملعب استاد فيليكس بواني بأبي اللي استضافت مباراه الترجي التونسي ضد فريق الاستيك ميموزا في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يعني الكل يريد مشاهده المباراه اذا ما عليك فضل لطاط بيزر اللايك والاشتراك بالقناه وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهايه سوف تلعب المباراه في زمن الساعه 9 ليلا بتوقيت تونس والساعه 8 مساء بتوقيت المغرب وسوف تلعب المباراه عبر قناه سبين سبورت 6 الناقل الحصري والبث المباشر للمباراه تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة الناس لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وشاركونا توقعاتكم المباراة من سوف يفوز الفريق الاسيك نيوزا المستنفرة المصطفى اليوم او فريق الترجي التونسي الضيف التقليدي اليوم الناس من الحظ الموفق لفريقنا الترجي التونسي